انا راجل ومعايا ست ستات. راجل ست ستات ما انا راجل ومعايا ست ستات. يا عادل عريسي خطيبي بقاله يوم كامل ما خرجش من الاوضه، اعمل ايه يا عادل؟ يا سناء، ايه المناحه اللي انت عاملاها دي؟ الراجل ممثل اكيد قاعد مع نفسه وبيركز في دور هيعمله ولا حاجه. بس يا ابني ما يصحش، لازم يجي يقعد معنا سايبه. يا ماما كسكو سكسا كياس. مين ده يا عادل؟ هو ايه اللي جاب هتلر هنا؟ يا جماعة ده هو نفسه صاحبي، يعني شادي، بس اكيد متقمص شخصية هتلر. متقمص ايه بس يا بابا؟ ده راح الحمام. هو يعني هتلر ما كانش بيروح حمامه؟ ده نوع من انواع التقمص الحقيقي، زي احمد زكي لما عمل السادات. ايه اللي بيحصل ده؟ سايبين الحرب العالمية بتتفرجوا على التلفزيون؟ قوموا انهضوا، جهزوا الجستافو عشان نحتل فرنسا بعد 3 ساعات. حد بصلي في الجوازة يا عادل. ايه ده يا اخويا؟ هودوه هو بيعمل هتلر دلوقتي، خدوه على قد عقله. هودوه ده كل دور بيعمله بيقمصه، امال لو عمل سفاح هيعمل ايه؟ انت بتقولي فيها يا ماما؟ ده ايام الجامعة عمل مرة شخصية واحد ميت كان عايز ينتحر. اسمع يا رومل، ده على اساس ان انا رومل حط. ايوه اصلا هتلر. عايزك تجهز لي فرقة من الجيش، عايز اطلع روسيا، عايز احتلها قبل الصبح ما يطلع. ايوه بس قبل ما الصبح يطلع هنبقى بالليل والجو في روسيا اكيد متلج يعني. ايوه فاتتني دي. طيب نحتلها الظهر تكون الشمس طلعت. ايوه بس انا يعني ام رومل مش عايزاني اطلع الحرب دي، معلش لا مؤاخذة عن هتلر. اوعى، هو انت عايز تفلفص من الجوازة؟ تعمل لي فيها هتلر، تعمل لي فيها راسبوتين، تعمل لي فيها راس حربة، هتجوزك يعني هتجوزك. السما بطلت تمطر عرسان يا حبيبي. وانت مش هتلر، انت شادي. اقبضوا على كل اللي اسمهم شادي. قلت لك انت اسمك شادي. انا هتلر. شادي. هتلر. شادي. هتلر. هتلر. عملت ايه في الراجل؟ ما اعرفش وقع من ايديا. مسيو. هيا دكتور طمنا، هيحصل له ايه؟ انا اديته حقنة هيموت بعد شوية. ايه؟ قصدي هيفوق بعد شوية. اهم حاجه بس يفوق على طول قبل بكره الصبح، لان بكره الصبح عنده حرب مهمه جدا. طب دلوقتي يعني هو عنده ايه حضرتك؟ الحقيقه بعد الكلام اللي انتوا قلتوه وبعد الكشف الصعب اللي انا عملته اكتشفت ان هو عنده ايه؟ عنده ايه؟ حاله مرضيه صدمه عصبيه قاسيه جدا بتخليه ينتحل الشخصيات التاريخيه الحربيه المهمه. يعني هو كده مش هيرجع يقوم هتلر تاني؟ لا، ممكن يقوم اي حد تاني. يعني ممكن يقوم مثلا احمد عرابي البطل، احمد عبد العزيز البطل، سليمان عيد، اي شارع يمشي فيه ممكن يقومه يعني. يا سيدي انت يا دكتور، هنعالجه ازاي من التقمص اللي هو فيه ده؟ انا هديله دواء، بس اهم حاجه لما يتقمص شخصيه محدش يفوقه والا الحاله هتتدهور. بابا يعني عمو شادي كده بقى عبيط؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ انتوا مين؟ ازاي دخلتوا مركز القياده بتاع هتلر؟ سوري وي ار سوري. انتوا مين؟ انجليز يا ما فرنسويين؟ لا احنا مصريين يا عمو شادي، قصدي يا عمو هتلر. مصريين؟ يعني احنا في العالمين؟ اندهولي كلب الصحراء اللي اسمه رومل. كلم يا رومل، كلم.
عمر يا باشا. انت على طول بتغلط، ما اسموش كلب الصحراء ولا ايه يا رانيا؟ طبعا طبعا معلوماته ضعيفه، ما اسموش كلب الصحراء، ده ثعلب الصحراء. طب حضرتك قبل يعني ما نجيب له استاذ رومل ونشحططه معانا ويركب مواصلات، حضرتك عايزه في ايه؟ عاوز يهرش لي في ظهري. يهرش لي؟ يهرش له؟ يهرش له؟ يهرش له؟ برضك مش فاهم يا عادي، يعني انت سبت شغلانه الفول والطعميه عشان تشتغل مخرج لواحد الماني اسمه هتلر؟ يا نهار اسوح، يعني احنا اللي هنقوله هنعيده تاني؟ ما انا لسه مفهمك يا عم مسخوط. عادل، انا فهمت انك عايزنا نسير صاحبك ده على انه الماني واسمه هتلر. ايوه الله ينور عليك، هو كده بالظبط. بس اهو جه جه جه. يا مرحب يا مرحب، يا اهلا بالقائد العظيم هتلر. اسمع يا جستافو، انت وهو، انا عايز الاسرى الانجليز اللي قفشناهم النهارده يغسلوا الدبابه بتاعتي. هاي هتلر، يغسلوا الدبابه بتاعتي. هاي هتلر، يغسلوا الدبابه بتاعتي. هاي هتلر، استنوا. يا ريت بعد ما يغسلوا الدبابه بتاعته هاي هتلر، يا ريت كمان ينظفوا الماسوره ويسلكوها عشان ما تطفحش اي صواريخ يعني. هاي هتلر، استنوا. وفكروني بكره الصبح نحتل النمسا عشان نفسي في بطيخ نمساوي. هاي هتلر، استنوا. فكروني بعد ما نحتل النمسا نحتل هولندا عشان عايز اقلي بيضتين في حتة سمنة هولندي. هاي هتلر، هاي هتلر، استنوا. ولا حاجة. وعندك واحد عصير فرنساوي لهتلر الالماني. العصير ده فريش يالا ولا ايه؟ فريش ايه؟ ده بقاله سنين، زمانه سم. سم؟ عايزين يقتلوني، خونة، اعدموهم. هاي هتلر، هاي هتلر. حضرتك بس يعني الواد ده عبيط يا عيني، بيطفش كل الناس من الكافيه اللي هو شغال فيه، لكن اكيد مش مسمم ولا حاجه. غور يالا، غور يالا. هاي عادل، هاي عادل. بقول لك ايه، انا كنت محتاج يعني منك دبابتين بكره الصبح ان شاء الله. عايزين نحتل شارع عبد العزيز. ليه؟ عايز اغير وش الموبايل بتاعي. كفايه. هاي هتلر، هاي هتلر، استنوا. اذا ما نفذتوش اللي قلت لكم عليه ابو فكروني اعدمكم بكره. هاي هتلر، هاي هتلر. اتفضل يا معلم هتلر، اتفضل اقعد. معلم هتلر؟ ايه يا عم معلم، انت جايبه من سوق العبور؟ ايوه يا دولا، ده كان شغال تاجر سلاح في الحرب الدوليه الثالثه اللي نظمتها الفيفا في المانيا. الفيفا نظمت حرب؟ بالاماره كان بيبيع صواريخ وسنج مطاوي والماني وكل حاجه قدام استاد بروسيا دورتمونتو اللي بيلعب فيه محمد زيدان. انت من الحلفاء ام من الاعداء؟ كلنا حلفاء. وكان ريتشارد. ريتشارد ايه يا عم؟ ريتشارد اللي جاي من الدويقه ده يا ابني. اسمها كلنا حلفائك يا هتلر. ما دام طلعتم من الشعب بتاعي، انا عايز ارشحكم لتنظيم الطابور الخامس. ده اشتغلنا طابور خامس ايه؟ كلنا نعرفهم طابورين، طابور حريم وطابور رجاله، ولا غلط؟ غلط طبعا. في الطابور الخامس اللي هو طابور العيش، وده بيبقى مرشق جواسيس يا ابني. جواسيس؟ خونة، عايزين يقتلوني، اعدموا الجواسيس، هاتوا لي الجيش واعدموا العيش. هاي اكبر. سعداوي يا عم مسخوط، تعال اقول لك حاجه. يا غالي، دلوقتي عادل جاي، وزي ما فهمتك الاستاذ اللي معاه تقول له هاي هتلر هاي. هاي هتلر هاي. يا جماعه، يا جماعه، فلتر هيشرف القهوه دلوقتي، وعايز كل واحد يخليه في حاله. لا لا لا، انت بتقول يا سعداوي؟ ده هتلر مات من زمان يا اخويا. يا ابني فلتر ما ماتش، هم الالمان هيغلبوا، ممكن يجمعوه تاني في اي وقت. هاي هتلر، هاي هتلر، هاي هتلر. اهلا وسهلا. اهلا، نورت يا سيد. اهلا اهلا اهلا، فرصة سعيدة، نورت الجيزة يا عم هيلتون. عامل ايه يا باشا؟ تشرب ايه يا باشا؟ اي حاجة. هات له شيشة وهات اتنين حلبة حصى للجوستابو اللي معاه. حاضر يا باشا. وعندك احلى شيشة الماني للمعلم هتلر في دوة المانيا كلها. الى كل القادة الموجودين هنا. على فكرة انتم طلعتم قادة حفا. ليه بس يا عم هتلر؟ عشان قاعدين هنا على القهوة وسايبين الطحن في العالمين. اسمع يا هري مسخوط. اوامرك يا استاذ هتلر. اتصل بالهري رومل، عايزه يخلص الحرب في العالمين، عايز اصيف في مرسي مطروح. بلاها مرسي مطروح، الحرب مولعه هناك، روح شرم الشيخ. يا هره تيتي، شرم الشيخ اللي يروحها؟ هو عايز يروح مرسى مطروح لسببين. السبب الاولاني عشان يصيف هناك بقى على البحر والشمسيه وافريسكا بوندو. السبب الثاني عشان يجيب بربع جنيه اللب ابيض ويقزقز فيه وهو بيحارب روسيا. فكره برضو. احلى شيشه الماني لاحلى مهلتر في الدنيا كلها. الشيشه دي الماني؟ الماني يا باشا،
الحجر الماني والشيشه الماني. هتبص يا باشا مكتوب عليه ميدن تشاينا. الصين هم بيهزقوا في الصناعه الالمانيه، عايز احتل الصين بكره الصبح. بس ما تنساش يعني ان بكره الصبح ان شاء الله عندنا احتلال بولايه دكرون، انت نسيت ولا ايه؟ يبقى نحتل الصين بعد الظهر على الساعه 6 بالكثير. الساعه 6 مش هنلحق نخلص على الصين كلها، الصين كبيره. ايه الاخبار؟ هتلر لسه ما صحيش ولا ايه؟ بابا هو مش هتلر ده مات في الحرب خلاص؟ يا حبيبتي بس على الجو رجع تاني يعني. يا عادل فهمني بقى، هو عريسي ده هيفضل هتلر كده على طول؟ انا زهقت. سيبيه زي ما هو يعمل اللي هو عايزه لغايه ما يرجع شادي تاني. انا ما كنتش اعرف انه هيطلع مناخوريا للدرجه دي. بقولك ايه، انا هخلعه، هرفع عليه قضيه خلع واتخلص منه. هتلر ابن ام هتلر ده. ايه ده هتلر قلب هندي، قصدي غندي. صباح الخير يا غندي يا ابني. تحب تفطر ايه؟ نفسك في ايه يا سيدي؟ اعملي له بقى زلومه مسلوقه، هم ده بيحبوك افطار يعني، زلومه كامله كده بقى. لا، انا اريد القليل من الماء مع بعض ذرات من الملح. يا سلام، ما بعد ذرات من الملح، ميه وملح عشان الضغط يعني. اعملي له بقى بتنجانيه مخلله في نص رغيف. ما هذه الملابس العجيبه التي ترتدونها؟ لا، أنا يجب أن أترك هذا الكوخ. ماما! عادل! الحقوا يا عادل! مش عايزة عريس بنتي يروح الهند! استنى يا أستا غندي، استنى! استنى بسرعة يا عادل! غندي بس هاتوا! اليوم لابد أن نحتفل بخروج الإنجليز من الهند. هو النهاردة يعتبر عيد الجلاء الهندي يعني ولا إيه؟ إيه ده؟ هما في الهند عندهم قناة السويس بتاعتنا؟ لا مش بتاعتنا، هما عندهم بتاعتهم، هما بيمشي فيها بقى أفيال شايلة مراكب خشب. كفاح المجاهدين هي سبب خروج الإنجليز من الهند. ماما! ماما! أيوة! ماما! إيه؟ هو هيفضل يرغي كده كتير يا ماما؟ إمتى هيرجع لبناني عشان نتجوز بقى ونخلص؟ احنا قعدنا في الهند كتير قوي. يا بنت يا عبيطه يا هبله، سيبيه في الهند شويه لغايه ما اجيب لك شويه حرير هندي. عادل، انا عايزاه يجيب لي ربع كيلو فلفل هندي. ربع بس يا ماما؟ ده ربع فلفل هندي وفلفل اسود وفلفل رومي والاخضر الرفيع الحراق اللي بيوجع ده، وهخليك كل الفلفل ده في القايمه. فكرتني بالقايمه، عايزينه يكتب قايمه قبل ما يفلسع. روح هاتي لي ورقه وقلم بسرعه. يا حماتي بليز، ارجوكي يا حماتي، هما ما بيكتبوش القايمه في ورقه وقلم زي ما احنا بنعمل. سلام، امال بيكتبوها على ايه؟ بيكتبوها يا ستي على جلد تمساح وعلى جلد نمر وعلى جلد تعبان. يكتبوها زي ما يكتبوها، المهم ان سناء تتجوز. ايوه. ايه ده نام؟ ايه نام؟ استغندي سوف ارتاح قليلا في الكوخ ومن ثم اعود. من ثم؟ يا حلاوه من ثم دي. امتى بقى؟ ايه الاخبار؟ عجبكم العريس؟ عجبك يا ماما؟ عجبني هندي ان شاء الله يا رب يكون منغولي، المهم ان سناء تتجوز والبيت يفضى علينا بقى ونرتاح. امتى بقى احط العلامه البطحه الحمراء دي زي اللي راني حطها ما بين حاجبيا كده؟ امتى بقى وابقى مدام غندي انديرا غندي؟ امتى؟ ايه ده ده غندي شابلن. ده اخويا شابلن. ايه ده يا استاذ زولا، هو انت ليك اخوات ولاد؟ ايوه يا سيدي، ليا اخ بس من ام تانية، انا اتولدت في مصر وهو اتولد في السينما. ايه ده هو اتولد في السينما خلاص هو اتولد مره واحده في السينما. ايه هيعمل 500 مشهد؟ ده اتولد في السينما.
الحق عادل ده بيلعب افلام. لا يا اخي مش بيلعب افلام، هو بس ايه بيمثل ايام السينما الصامته يعني ما بيتكلمش. ايه ده يا استاذ دولا، هو شارلي شابلين ده ما بيتكلمش خالص؟ بيتكلم بس في الاذاعه بس يعني مش في اي حته، عشان حادثه حصلت له يعني. طب ايه اللي حصل له يعني؟ ما فيش، كان راكب عجله هو وصاحبه كاستيلو، عارفينه؟ لا هو وصاحبه ده، وبعدين راحت العجله خبطت في طوبه، راح نزل في الطين، الفانيلا اتغير، يعني بتاع اربع مشاكل كده. كان فيلم قصير يعني، استنوا بس ما نشوفه عايز ايه. كل ده حصل له، كل ده حصل له، كل ده خلاص حصل له مره واحده خلاص. بيسال على اصحابه يعني لوريل وهاردي. طب وانت عرفت ازاي عادي؟ ما كانت مكتوبه على الشاشه، بص على الشاشه وانت تفهم. صح صح. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 يا شابلن، يا شابلن عيب. ايه عايز ايه؟ ما كتبتش على الشاشه. بيلاغي الحريم الزباين اللي هنا يا ابني في المطعم. وبعدين يا عادل، الراجل ده هيثبت امتى على شخصيه عشان يتجوز اختك؟ يا ماما سيبيه يمثل اللي هو عايزه، المهم يخلص، وان شاء الله نعمل لهم الفرح بتاعهم في الاستوديو. يا خوفي لا يتقمص شخصيه مصاص الدماء، يصحى علينا بالليل واحنا نايمين يخش يمص دمنا ويفطسنا. يا ايه الخيال العلمي اللي انت بتتكلمي فيه ده يا رانيا؟ مصاص دماء ايه ده؟ انت لو ناموسه قرصتك بالليل بتقومي مفزوعه، فما بالك بقى بمصاص دماء؟ كلنا يعني هيقعد يمص دمنا ومش هنحس. ايه الشخصيه بقى اللي السلعريس هيعملها جديده عشان ما تفاجئش؟ والله كله موجود في الجدول. نشوف كده اهو، اول امبارح كان عامل هولاك، ولما خد الكراريس بتاعت سناء وحطها في البانيو وخلى الخيل بتاعته وتعدي من عليها، ومسك الكتب يا عيني بتاعت ياسمين الغلبانه دي، افتكرها الكتب جايه من مكتبه بتاعت بغداد وراح حرقها. اللي انت بتقول ده يا عادل، ده ما كانش عامل كده، ده كان يوميها عامل الكسندر الاكبر لما مال البيت وفرش ورمله علشان قال ايه يبني الكسندريا. عبيطه خالص وعايز يثبت زمك. ايوه بس يا جماعه من حقه، يا جماعه ما هو الاسكندر الاكبر ده هو اللي اخترع المصيف، من حقه طبعا. بس انا يا عادل بقى عجبني جدا جدا لما كان عامل سو رومانتك يا ربي، وعامل الشخصيه بتاعت بيتهوفن الطرشان، وقاعد يلعب البيانو. واو بيتهوفن، بيتهوفن بيتهوفن. ايوه بيتهوفن. انت عبيطه خالص، انت مش عارفك بيتهوفن. انت يا شخصيه ما تعرفيش مين هو بيتهوفن. يا بنتي ولا عمرك سمعت عنه. حماتي يا حماتي، ماما ما تعرفش بيتهوفن يا حماتي، هتعرف بيتهوفن منين؟ ماما اخرها بيت العز يا بيتنا. انا بقى اكتر حاجه عجبتني لما عمل شخصيه احمد عرابي في جامعه الدول العربيه، قال يعني بقى بيعمل شوبينج. وساعتها قالوا بقى ان الحساب عند الخديوي توفيق، وكانوا حته علقه. فكرنيش، ما تفكرنيش. Je suis l'empereur Napoléon Bonaparte. Oh monsieur Napoléon chéri, tu parles le français comme moi? Oui. يا جماعه صح، انا افتكرت افتكرت النهارده ميعادنا بليون. يلا جهز الكليبر. Oui monsieur. Oui monsieur Napoléon. Qu'est-ce qu'il y a en Égypte, Kliber? Trois petits cochons. بيحصل ايه في مصر كليبر؟ والله الواد سليمان الحلبي مطلع عيني حضرتك وعامل لي قلق كتير جدا، وبعدين لدرجه انه هددني ان هو يغزني في ظهري يعني. سيفو لي مهزه كليبر، مش عامل لي نفسك شخصيه في مصر. وعلي امال الخوازيق اللي استوردناها من فرنسا عملت بيها ايه؟ صراحه احنا اتزنقنا في الاكل بتاع الخيل، بعنا الخوازيق في وكاله البلح وجبنا لهم شويه برسيم ودور عويجه. اتصل في الخارجيه عشان يستوردوا خوازيق من المانيا. من المانيا؟ ها وي، دي تبقى خوازيق سليمة جامدة جدا. Je veux voir la télé, Kliber. Why? عايز اتفرج على التلفزيون كليبر. وي 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 وي. ماي دكتور، ماي دكتور، لا ريموت كنترول ياسمين، جاسمين. ميرسي، ثانك يو. يعني حضرتك تحب القناة الفرنسية ولا حضرتك تحب تشوف النشرة الفرنسية على النايل؟ نو نو نو، جو فو فوار لو ماتش انتر ايرلندا اي لا فرانس. عايز اشوف تيري اونري حط الجول ازاي. تري جاب الجون بايده حضرتك، دي احنا شفناها في الاعاده. مسيو نابليون اتفضل. سي كوا سا؟ حاج الرشيد ان شاء الله. واكتشفوه فين ده؟ في شارع شامبليون. عندي يوسف شاهينيون. عادل حموت، عادل عادل، انا هتجوز امتى يا عادل؟ الحمله الفرنسيه امتى هتنزعها من مصر وتغور؟ لما كليبر يموت ان شاء الله. طب ما تموت، ما تموتش يا كليبر وتخلصني بقى عشان اتجوز. حتى لو موت مش هتتجوزيه برضو. ليه؟ اهو اهو جي سوي. يلا بخاطركم يا جماعه، ما موتوا كتير. رايح فين انت؟ هتموت انت؟ هتموت انت يا جماعه؟ انتوا رايحين فين؟ هنا
رايح فين؟ هو إيه؟ انت مش خلصت المسلسل بتاعك؟ بل انا هو ايه مش هتوفي بوعدك؟ ايوه وعد الوعد بتاع ال ايوه الوعد يا جماعه مش عم بفهم شو عم تحكي. بص تقمص شخصيه عريس واتجوزها زي فيلم ام العروسه. انا مش عريس، انا ممثل. سلموا لي على صديقي عاصم. ماما حصليه يا موكوسه، حصليه. حصله غايه لبنان ليه؟ مش لاقي عرسان؟ ده انا لو قلت يا عرسان السما دي هتمطر. يا سلام على خير يا مخيبه. ايه ده؟ يا عادل عيني. انا سوبرمان، انا مش عادل، انا سوبرمان. دخل في جوازات بيعيش ويتمرمط مع واحدة بالذات، ويعيني على دولة اتدبس في دولة، أكيد لا دول مش مخلوقات. اتزل واتداين واتدب في قصار، حتفك مش باين دول ست ستات. طب والنعمة لو عنطر وبوسط قصنطر كان هيس وفيص مصدو انه راجل وست ستات. ما انا راجل ومعايا ست ستات، راجل وست ستات. ما انا راجل ومعايا ست ستات. راجل وست ستات. انا راجل و...